وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية واستكمالاً لدور مصر في دعم أشقائها، وجه الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن أمانات الحزب بتقديم كل وسائل الدعم لتسهيل عبور الآلاف من النازحين السودانيين إلى داخل مصر، كما قامت أمانتي الأقصر وأسوان بتقديم المواد الغذائية والتنقلات والدعم النفسي للأشقاء السودانيين فور وصولهم إلى أرض مصر. أشكر حزب حماة الوطن والنائب ياسين للكرم والجود وللرحلة من كركر للحدود عشان نجي نوصل مياه وعصائر وكذا لأخواننا وأحبابنا وعوائلنا هنا. يعني أنا أشكره جداً جداً، الوقفة اللي وقفها معانا كانت يعني ما بتتنسي. كنت موجودة في المعمورة وهي منطقة كانت سيئة جداً من ناحية الضرب، وحالياً الحمد لله في مصر. أحب أشكر طبعاً جيش مصر على تعاونهم إن إحنا نوصل هنا بسلامة، والحمد لله وصل. فعلاً شكراً حماة الوطن، قدموا كثير من الأخوان، بصات، ترحيلات للناس الواقفة برا ما عارفة كيف تتواصل. الأخوان في أسوان فاجئونا صراحة بكرم يعني خوة وسحنة فعلا، هي واحدة فتحوا البيوت للناس بدون عزيمة، بدون يعني دعوة. الناس فعلا شعرت بالحاجة دي لما عدت البوابات، ونتمنى إنه يكون عليكم ضيف خفيف، ومسألة وقت بإذن الله السودان راجع وأقوى. وتستمر الجهود المصرية وكذلك حزب حماة الوطن في استقبال ودعم المواطنين السودانيين الأشقاء الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، وذلك سعياً في تخفيف معاناتهم وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.